فاصل بشكل سريع بدي وجه تحية لكل الفانس وكل جمهوري الحبيب اللي بحبهم كتير وبحترمهم سواء على التويتر أو على الفيسبوك أو بالمنتدى الرسمي تبع ديانا حداد أو الأوفيشال فان كلاب أو حتى بالسعودية عندك روري بوسينة أحمد عندك محمد يعني كل ما شاء الله معجبين وين ما كان بوجههم تحية وأنا بعتبر نفسي أختهم مش فناني مش علاقة فناني ومعجبين بالعكس بعتبرهم أهلي وعائلتي وأخواتي. ديانا حسابك في التويتر أي واحد الحقيقي لأن في ثلاثة أو أربعة هو ريل ديانا حداد اللي اسمه ريل ديانا حداد الصورة لابسة ماسك حق العلم الإمارات مضبوط خلاص هذه الصورة وهذا الحساب حق ديانا حداد لكل اللي حابين يتبعونها ويكونون على طول أنا بغير الصور يعني لا لا كل يومين خليها على يومين بس خليها يومين بس كذا الصورة يلما يلما خليها لما يخشوا الناس ويعملوا لك فولو على العموم ديانا مكملين الحوار الحلو معاك إن شاء الله بس أذكر بعد مستمعين اللي حابين يشاركون في مسابقتنا المثل يقول اللي ما يعرف الصقر إيش يسوي فيه ارسل الإجابة الصحيحة مع اسمك رقم جوالك تكتك على ارقام على نفس ارقام الاس ام اس خاصه بالبرنامج لو كان عندك شاشه في الراديو راح تشوف ارقام الاس ام اس تمر قدامك فاصل اعلاني وراجعين للنجمه ديانا حداد خليكم معنا راحه من جديد رجعنا لكم مستمعي الف الف فم وبرنامجكم استوديو الف معي سلطان العبد المحسن ومستمرين مع ضيفتنا النجمه المميزه ديانا حداد اهلا وسهلا فيك ديانا من جديد يا أهلا وسهلا فيكم يلا استعدي للجزء الثاني والأسئلة الثقيلة الحين أول كان بشوي أنا طبعا سلطان طبعا وجه تحية حق بوسينة KSA وعندك بعد لوفا على التويتر موجودة على التويتر طبعا ومنه بعد في أهود دودي ويسورة ولوزين يعني ما شاء الله الله يزيد ويبارك نوجه لهم حنا تحيات كبيرة وكل اللي حابين يتواصلون مع ديانا عن طريق الاسمس السيسي 84-7700 موبايل 640-660 وزين 746-262 خلنا نقرأ شوي من رسائل المعجبين تقول لك سميرة تقول أنا من أشد معجبين ديانا أبيها تغني ودي حكي اليوم ديانا شوي تعبانة نعذرها طبعا ورح نسمع الأغنية ولا يهمكم إن شاء الله هذه سميرة في رسالة مساء جوري اللي هل نهل الفهد لها نصيب من الألبوم الجديد سليمان التبالي وأحب أقول رسالة ثانية أحب أقول لديانا حداد أنها أبدعت من بدايتها وإني أحبها كثير هذه من مين ومن وجهة نظري الفنانة ديانا من المغنيات العربيات اللي أجادت اللهجة الخليجية ما في أحد غير ديانا هذه موني كاتبت لك زهور تقول تحية سليمان وموني كلهم يعني بعرفهم من زمان طبعا يكتبون كمان من الفان زهور تقول لك وش أول أغنية غنيتيها وكم كانت السنة كم سنة كم بلاش منها بس إيش أول أغنية هذه بلاش لا بالعكس كل عارف عادي عادي أول أغنية اللي هي طير اليمامة اللي شاركت فيها بستوديو الفن وطبعا نزلتها بعدين بألبوم ساكن ريناد فهي أول غنية ريناد تسلم عليكي الديانة والشهادة لله أني أجلت رحلتي لأنك ضيفة ألف ألف هذه من سليمان ضيفة ألف ألف هذه من سليمان كاتب زهرة السيدة تقول لك هل راح تغني بالتركي ما تركي إن شاء الله قريبا راح تغني تركي من جد أنا عم بتعلم تركي على فكرة هلا من المسلسلات لميس وكذا وهذا ولا لا قاعدة أتعلم تركي يعني الأكسنت التركي كنت أحسب المسلسلات حتى أتابع المسلسلات بس إيش التابعي إيش التابعي إيش التابعي خلينا نشوف إيش التابعي كريم السلطان وفاطمة وأغنية حب يعني كفاية هذه المسلسلات اللي تتابعها ديانا حاليا هيا يا جماعة تابعوها شوفوا دوق عارف سلطان إذا بتفوتني حلقة بعرف التوقيت الثاني للمسلسلات عرفت مثلا في منهم الساعة 9 بالليل بنعرض ثاني نهار مثلا الصبح والظهر فبعرف التوقيت يعني إذا بتفوتني أي حلقة لازم أرجع تابعها ومع السفر ديانا ومع الحفلات وكذا مو أحيانا تتورطي في الحكاية دي ترجع تفرجيها يوتيوب ولا طب لشو الانترنت معنا ولا بالضبط ترجع تتفرج على المسلسلات في رسالة بعد عاجل كل الشكر لكم استضافة النانتي الوحيدة ديانا حداد أتمنى منها ومقطوع منها توجه تحية لبثينة السعودية المراقبة بمنتدى ديانا حداد الرسمي وجزت الله تحية بثينة هي السعودية حبيبتي هاي علياء من تبوك تقول لك أنا أحبك يا ديانا الله يخليك يا سلطان أقرأ رسالتي ووصل سلامي لديانا وأنا مرة أموت عليك يا ديانا حبيبي وصل سلامكم أنا كتير بحبكم كتير
في رسالة من سؤال من الكنترول يقول لك كيف شخصية هبام في حريم السلطان؟ مين هبام؟ هيام في حريم السلطان. اسمها هرام هي مش هرام. شوف كمان تعطوني تغششون غلط. متسلطة شخصيتها يعني وحدة بدها توصل لكل شيء مقابل انه توصل مستعدة تعمل اي شيء تضحي به. المهم انه هي توصل تكون هي دائما متربعة على عرش قلب الملك. هذا ليش بيسأل؟ يبغى يتأكد أنت تتابع المسلسل شكله متابع في الكنترول معانا. ديانا أبغى أسألك شوي عن صوفي، ما شاء الله كم صار عمر هذا الحين؟ على فكرة جاني سؤال يقول لك كم عمرهم البنتين ما شاء الله؟ ميرا 4 سنين ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. وصوفي إن شاء الله قريبا رح تدخل بالستة. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله الله خلي لك إياها يا رب. يقولوا عندها مواهب فنية ورثت صوت حلو ممكن تدخل المجال الفني والغنى والتمثيل. لا لا أبدا. أبدا. لا صوفي أساسا بتسمع غربي يعني أبدا ما بتسمع شرقي. عرفت يعني أوكي بسألها عن مطربين الغرب بتقلك ليدي غاغا جيرد ليتو ريهانا عرفت الجيل الجديد يعني اللي يسمع أجنبي إيه الأديل بس إنه العربي يعني بتسمع بس ما بيعني لحدا. إيش رأيها في مامتها زي ما يقولوا هي فيها إيش رأيها في الأعمال إيش رأيها في الألبوم الأخير إيش رأيها إيش اللي عجبها إيش اللي ما عجبها الكتير كتوم يعني ما بتتكلم قليل يعني من نوع حتى ما بيعبر عن مشاعره عكس ميرا. ميرا منطلقة ما شاء الله بتحكي وبتقلك شعور عادي يعني واجتماعية. صوفي اجتماعية بس بحدود عرفته ما بتعبر دائما عن مشاعرها يعني بتحكيك بتقلك it's good حلو بس ما بتعرف شو الانطباع هل هو كتير فرحانة وكتير مبسوطة بس إذا في شيء ما حبته بتقلك على طول صريحة يعني. صوفي ممكن تزوجيها في عمر صغير ولا تحسي الموضوع لا الزواج لا لازم كم يكسر عمرها يعني عشان لو في أحد راح يتقدم كده من بدري زي ما يقولوا دخيلك خلينا نشوف الشروط يعني عمرها 16 سنة باقي لها سنتين. احنا مش من النوع اللي نتشرط على الناس يعني أولا البنت خليها تعيش حياتها وتتعلم عرفت تحصل على شهادات بعدين. أنا دائما بفضل يعني سألوني كثير هالسؤال بقول لا بفضل إنه البنت تكون عندها خبرة بالحياة أكثر لحتى تكون يعني منتقلة على حياة جديدة مع زوجها الله يستر عليها وتكون عارفة أقل ما في طبيعة الحياة وكيف تدير الأمور. لأنه يعني مع أنه هذا جيل اليوم ما شاء الله بيعرفوا كتير أشياء عكس جيلنا نحن. بالضبط يعني يمكن كنا على عمانة كنا بنتزوج كانوا صغار يعني كثير في الـ في الـ في العمر. هلا إذا بتسأل طفل عمره 20 سنة بجاوبك نفس جواب اللي عمره 20 سنة أو 25 سنة ما شاء الله. صح ما شاء الله تبارك الله. ديانا أبغى أسألك على في مجموعة من الرسائل جات في أبغاك تبلغ سلام. أنا والله جالس أحاول أقرأ قد ما أقدر رسائلكم لا تزعلون بس بحاول أقرأ اللي فيها أسئلة. في رسالة أنا أحبك من الفانز بالفيسبوك وتويتر أنا بس ماني فاهم أصوت بس ماني عارف يصوت لإيش لإيه رأيك عشان تصوريها دوبي فهمت بين هو كاتب أصوت ليه فرأيك بعدين مكتوب بعدين استوعبت إنه لإيه رأيك أغنية إيه رأيك هي أغنية على فكرة أنا عجبتني العمل. كمان إيه رأيك الأغنية المصرية كمان كثير عجبتني رح بلش بيودي حكيش فضلا بعدين احتمال إيه رأيك وغنية طربية يعني يا رجع الشتي أو اسمع كلامهم يا ريت تبلغ سلام الفنانة أنا من أول المتابعين أنس كلنتن وحنان الشهري بعد تمسي عليكي وتقول لك أنا معجبة فيكي جدا 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 وأنت ساكنة عقلي وقلبي أحبك موت يا ديانا هذه الرسالة. أنا بشكركم والله محبتكم وفي كمان يسرى من المغرب يسورة كمان وكل الصبايا والشباب عن جد والله يمكن أحيانا بيقولوا يمكن الفنان بجامل أما والله بحكي يعني كلمة صدق وكلمة الله غالي على لساني قديه بحبهم وقديه بحس أنه هيك يعني في احترام فعلا في احترام يعني دائما بصبح عليهم تحس ردودهم كتير هيك يعني بشجعني انه دائما نكون معهم في رقي بالتعامل تحسي محبة بدون شروط يعني ما هي مشروطة لا ما يبغوا منك شيء مجرد ان انت تكوني معاهم. ديانا بغسلك عن مشاركتك اخيرا خلنا نرجع للأسئلة شوي في هلا فبراير حبوا الجمهور كثير إطلالة ديانا حداد وحبوا عودتها كمان لمهرجانات قوية وزي هلا فبراير وكذا بس في صحافة ما ننكر برضو كتبت قالت إن ديانا قالت في البداية
انها ما راح تطلع في مهرجانات خلال هذه الفتره, وبعدين رجعت طلعت وكتبت في تويتر انها ما راح تطلع, راح تقاطع المهرجانات, بعدين قالت راح تطلع. ايش الكلام الكثير هذا اللي صار؟ انا معك انا صرحت طبعا, لانه طبعا كان المهرجان قائم باكثر من حفله على ست ليالي, يعني مجموعه كبيره من الفنانين. لما صارت الازمه بسوريا ويعني وطبعا مش بس علي, يعني هذا الشيء انا ما برضى فيه, ولا اي انسان عربي عنده عنفوان عنده كرامه بيرضى بهالشيء, عرفت؟ لانه اللي صار بسوريا صار بفلسطين, صار بلبنان, صار بالعراق, باي وطن عربي ثاني, عرفت؟ فاللي صار انه التغى مهرجان او تاجل مهرجان ليالي فبراير, ما عرفت شو بالضبط بسبب الاوضاع الراهنه. بس لما كان في عوده وعرفنا, يعني طبعا كان في دعوه من المهرجان انه نص اجر الفنانين يروح رعيه للمتضررين والاهالي, اهالينا وعيالنا بسوريا, هذا الشيء بشجع اي انسان, مش بس انا حددت, اي انسان عنده كرامه انك تعمل شيء ولو جزء بسيط تساعد فيها الناس المتضررين. هذا من باب واجب الإنسانية. أنا عم بحكي مش كفنانة, يمكن أطلع مغني, يمكن أطلع أعمل شيء, قدم أي شيء, أي شيء بقدر أنه أدعم فيها الناس, عرفت؟ أنا مستعدة وأنا بقولها بأعلى صوت. فما بالك أنه لما تعرف أنه أجر هالحفلات عم بيروح لناس متضررين وشيء في عمل إنساني, فأكيد ما رح تهاون ولا رح تراجع, بالعكس يعني بقولها بأعلى صوت. وبتمنى نحن دورنا كفنانين أنه نلعب دور إيجابي, مثل ما كان دائما نقول انه كان تقام, يمكن هذا الشيء بشجع الانسان العربي انه نحن نتضامن على قلب واحد وعلى مبدا واحد وعلى دين واحد, عرفت؟ فان شاء الله هيك دائما نكون يعني فعالين لعمل الخير وين ما كان. ايش السبب ان وسائل الاعلام كانت بس تتكلم بس عن الجانب السلبي وما حد ذكر ابدا حكايه في جزء من الريع؟ ايش الاسباب تشوفي؟ مش كل الصحافي, لا انا بحترم الصحافي كثير, في بعض الاقلام الصفراء اللي هني هدفهم طبعا الاطاحه بالفنان, التاثير السلبي, خلق شوشره حولين هالفنان, او يعني من خلاله هني حتى يستفيدوا. فمن بيبي انا كفناني انه ما رد على هالشغله, لانه انا عارفه حالي شو عامله. إذا ما كان عمل إنساني أنا بقول لك يكون حق لنا, أنا طلعت وصرحت, بس لأنه عمل إنساني فهذا واجب علي غصب عني, وبرضاي أنه أنا أطلع أقدم ولو جزء بسيط نقدر نزرع البسمة على وجوه أطفالنا وأهلينا والشعوب المتضررة. أكيد حلو يعني شعور, نقدر نساعد يعني. صحيح, أحسن من أنه الواحد يجلس في بيته ما يسوي شيء. على الأقل كويس أنه على الأقل يعني في ناس يمكن من كل جهة, يعني الفنان يمكن بصوته, الممثل بأدائه, أنا مو صح مضبوط الإنسان بيقدر يعني. أنا بيوم الأيام بتذكر, ما بدنا نرجع كثير للماضي, بحرب تموز, حرب لبنان بال2007, يعني كان عنا حفلات, كان كل راعية رايح لأسرنا وأهلينا المتضررين بلبنان. منهم حفلات بالجزائر أقيمت, حفلة كان عندي بسويسرا أنا والفنان شاب خالد, كان كل الحفلات راعية والمهرجانات حتى سميت باسم يعني لبنان وقتها. هذا الشيء محتم علينا نحن كفنانين, شو الفنان بس يطلع يغني ياخذ فلوس؟ لا, لازم يكون له واجب. صحيح طبعا دور فعال انت من المجتمع. على اقل دور تعمله. على سيره الجزائر والدوتوهات والاشياء هذه, تجربه الشاب خالد, دوتو مع الشاب خالد, في لك اكثر من دوتو ديانا, بس يمكن ما قد شفناه وما قد سمعناه, هل ممكن يتكرر فكره الدوتو في عمل كبير خليجي مثلا, او يعني فكره الدوتو ما هي وارده في الفتره الجايه؟ شوف انا ما بفكر كثير بالامور, يعني انه ما بحضر من اليوم لبعدين كثير. احيانا يمكن بتكون بكره ممكن يجيكي عمل وليده اللحظه. وليده اللحظه يعني اغنيه الشاب خالد مثلوا لي, او اغنيتي انا والاستاذ محمد العزبي, او الفنان عيض المنهالي محفظ الالقاب, او حتى الاغنيه الاخيره انا والفنان كارل وولف, يعني ما كانت انه لا انه انا قاعد احضر شغله, بتجي وليده اللحظه. في اغاني بتعلم, في اغاني يمكن بدون اي مقدمات, بدون انه حتى ما تعمل لها تصورها كليب, تاخذ حقها مثل جرح الحبيب. اخذت حقها بدون اي تصوير وغنيناها بكثير مهرجانات كبيره. لو يسالوني او مثلوا لي صورت, والحمد لله تركوا بصمه لديانا حداد وللفنانين اللي كانوا
يعني شاركونا هالعمل هذا. الأغنية الأخيرة كارل وولف كيف كانت الدويتو، خصوصا في ناس كثير ما يعني ما حبوها الدويتو، لأنه دائما بيقارنوا، دائما الناس بيقارنوا.